السلام عليكم. النهارده معانا تجربة الخلية الكهروضوئية. هنبدأ بالتوصيلة. هنبدأ من أول البطارية. هذا البطارية بس خلي بالنا عشان 420 فولت. أهو موجب البطارية هيروح للقريب من الظل، وسالب البطارية أهو هيروح للبعيد. تمام كده. بعدين هناخد الزالق هيروح لموجب الفولتميتر، الزالق لموجب الفولتميتر، والطرف الثاني من البعيد هيروح لسالب الفولتميتر. بعدها هناخد الاميتر اهو، موجب الاميتر هيروح لموجب الفولتميتر، وسالب الاميتر هيروح لموجب الخلية، وسالب الخلية هيروح لسالب الفولتميتر. تمام كده التوصيلة. نبدأ بالشغل العملي. اول احنا هنشغل المصباح ده، ده هو الضوء ودي الخلية هي اللي بتحس اللي هو الانبعاث بتاع الالكترونات دي. فاحنا الاول هنشغل المصباح، او ممكن على كده بقى عشان ما نتكهربش. هنشغل المصباح، بعد فترة كده هنبدأ نظبط الفولتميتر، هنجيبه على قيمة متوسطة وليكن مثلا هنا، وهنثبت وده هيبقى ثابت معانا. بعدين هنبدأ هنجرب مثلا، نبدأ من عند مسافة وليكن من قسم النص هنا لحد اول هنا مثلا، ولكن مثلا 20 سم 15 سم ونمشي بقى. ده تحقيق قانون التربيع العكسي. فانت كل ما بتمشي كده، كل ما بتبعد المسافه دي بتزيد الشده بتقل، وتفضل تمشي 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 وتاخد قراءات. كل ما تاخد قراءاتك من المايكرو اميتر هنا، كل ما تمشي دي المفروض بتقل الشده بتقل. كده احنا عملنا تحقيق قانون التربيع العكسي. الجزء الثاني من التجربه تعيين معامل الانبساط. ده غير سر موبايل. هنجيب الواح من الزجاج، اول حاجه هنقيس السمك بالقدم ذات ايه الورانيه. هنقيس السمك بالقدم، وحاطين مثلا على مسافه تكون قريبه من البتاع ده هنا. بعد فتره هتلاقي تغير هنا في الميكروميتر، هتروح ايه معين. بعدين تقيس السمك الثاني مثلا اتنين مع بعض وتحط، بعد فتره هتلاقي التغير، المفروض انها تفضل تقل بقى وهكذا. وتعمل ايه علاقتك بين السمك اللي هو الاكس وبين اللوج اي اللين اي بس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.